أقام نادي الكرخ مجلسا للعزاء على روح فقيد الرياضة العراقية الكابتن شرار حيدر الذي توفي قبل أيام قليلة، وحضر المجلس العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وقدم الحاضرون تعازيهم لذوي الفقيد برحيل النجم الكروي العراقي. فراغ تحس برحيل رجل شجاع محترم نزيه صامد على مواقفه، ما يتزعزع اذا شاف الحق حق. شهد الله علي رجل من انزه الناس، وانا متاكد ومتيقن من هذا الشيء، وشفته يعني ولمسته لمس اليد. رجل شجاع ايضا بالثبات على مواقفه، ورجل خدوم محب يعني على مثلنا الشعبي، بس كلفه يعني، وبس تنخاه وراح تشوفه شلون يركض قدامك ويحقق لك اللي تريده على قدر استطاعته. طبعا كانما الساحه الرياضيه يتساقط اعمدتها ويتساقط قادتها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن بالرحمه والغفران على كل من ذهب، وأن يحفظ كل من بقي. قد يكون أنت مجبر على الوجود ضمن هذه الدنيا بالولادة، ولكن أنت مخير أن تترك بصمة وتترك أثر وتترك تاريخ. لذلك هذه الأسماء ذكرت وستذكر، لأنها كان لها آثار تاريخية وآثار رياضية وآثار مواقف. نعزي أنفسه ونعزي الوسط الرياضي، أهله وكل محبيه. هذا القامة من قامات العراق النظيفة الشريفة الشهمة، يعني خسرنا الحقيقة إنسان رائع بمعنى الكلمة، إنسان رياضي، إنسان خلوق، قدم للرياضة وقدم لهذا النادي صرح محترم، خلق يعني يحتذى به كل الأندية الرياضية.